اتنصب علي حضرتك اكتر من مره يعني. اتنصب علينا فعلا. اه والله اتنصب علي كتير، ومن اعز اصدقائي. انا بصراحه ما اتنصبش علي، انا بصراحه نصبت يعني من صغري وانا بنصب. طرق النصب كتيره جدا 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 جدا. في بنصبوا علينا في الشقق، بنصبوا علينا بيسرقونا، بنصبوا علينا في كل شيء. كان معايا 100 جنيه فقال انا عايز افكها، انا اديته الفكه وببص قال لي انت خدت ال 100 جنيه، ببص على الفلوس اللي معايا ما خدتش ال 100 جنيه، قال لي انت معاك ال 100 جنيه اعدها مهما اعد الفلوس بتاعتي زي ما هي، وخد ال 100 جنيه الفكه مني وقام ماشي. دخلت مكتب جواز فجابوا لي بنت بالمواصفات اللي انا عايزها، واكتشفت بعد كده ان البنت دي شغاله في المكتب لكل الناس اللي بيروح يقدموا هناك. كان في مدرس زميل بنعمل جمعيات مع بعض كده زي الناس بتعملها، فهو راجل خد الجمعيه اول، حط نفسه اول اسم في الجمعيه وقبض المرتب او قبض الجمعيه، وبعدين دور عليه اختفى لان اتجوز بالفلوس. في بياعها لقيته بالشارع بيبيع بموبايلات، فاخذت من الموبايل وقال لي هو اصلي، روحت البيت لقيته مش اصلي. مره صديق بقول لي معاك 1000 جنيه، قلت له في، قال لي انا محتاج 1000 جنيه، فرحت مدي له 1000 جنيه، فقال لي طب بكره او بعده كده بالكثير هديه لك. لغايه النهارده دخلنا في حوالي بدايه سنتين ولا شفت وشه ولا شفت الصداقه ولا شفت ال1000 جنيه. انا من صغري مثلا صحابي كنت في ابتدائي كنا جمعنا عشان نجيب تباشير وحاجات للفصل وكده، ولميت حوالي 25 جنيه وفي الاخر فكيت وقلت لهم ده وقعت مني يعني. النصاب اللي بيستغل الناس او ضعف الناس او حاجه الناس، واللي بيدور على اللي بيتنصب عليه بيبقى هو طماع، بيدور على الحاجه الاكبر، بيستغل ذكائه في ان هو يضحك على يعتبر فريسه قدام منه، بيضحك عليهم بيستغلها في مصلحته الشخصيه. ايه اللي استفادوا من النصاب يعني؟ ايه اللي استفادوا يعني؟ ضحك على واحد، ضحك على اثنين، ضحك على ثلاثه، بس نهايته اكيد هتيجي. تشتري العتبة الخضراء ولا تكسب اليانصيب ولا تشتري الترماي؟ حكايات كتير سمعناها ولسه بنسمعها عن النصب والنصابين، لكن للأسف مفيش نصاب شاطر من غير شخص ضحية لطمع نفسه. نهاد سمير خلاصة الكلام.